راض عن ابي بكر مش مثل لما اقول انا راض عنك او راض عنك، لا، انا رضاي انفعال. لما اقول انا غاضب على فلان، يعني عندي نتيجه ذلك يكون انفعال نفساني، طوران في ذمي، في ذم في القلب نتيجه هذا الشعور الذي عندي تجاه هذا الشخص، ان كان رجلا او امراه. هذا ايضا انفعال. لما اقول الله غاضب على فلان، الله غاضب على فرعون، مش معناته الله تعالى عنده انفعال نفساني نحو فرعون، لا، معناته الله تعالى يعاقبه وينتقم منه. فلما نقول الله غاضب على فلان، غضب الله ارادته الانتقام. لما نقول الله راض عن فلان، رضا الله ارادته الانعام، يعني انه يكرمه. كما سبه لما اقول الله يحب فلانا، ليس انفعالا نفسانيا، يعني الله يكرمه. الله يحب الجنه، يعني يكرمها. الله يحب المساجد، يعني يكرمها. هذا معناه لما نقول الله يحب، الله راض عن فلان، ارادته الانعام، يعني ان الله تعالى يكافئه على حسن حاله فهو راض عنه، يعني انه يكرمه. الانفعال من صفات المخلوقين لا يجوز على الله. هون بهالموضع هذا، لما اقول انا احبك الله، ما معنى احبك الله؟ ان ادعو لك ان يجعلك الله تعالى خاليا من الذنوب. هذا العبد الذي يحبه الله. اذا كان العبد خاليا من الذنوب، يعني ما تاب الى الله من المعاصي، او كان هو التزم باداء الواجبات واجتناب المحرمات، نقول هذا العبد يحبه الله. كل المعاني التي تليق بالمخلوقات ولا تليق بالخالق لا يجوز ان تنسب الى الخالق. في شيء يليق فيه يليق فيه، لكن لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. هذا المعنى يليق بي انا المخلوق. يعني حضرتكم مثل اخر، إذا قلت أنا فلان ذكي، هذا معنى يليق بالإنسان، ذكي وهذا مدح. الله تعالى لا يقال عنه ذكي، لأن الذكاء قوة الفهم، شدة الفهم، هذا الذكاء. الله لا يوصف بالفهم، الله تعالى يوصف بالعلم. الله تعالى مطلع على كل شيء بعلم واحد أزلي، لا بداية له ولا نهاية، لا يخفى عليه شيء. العلم، صفة العلم بالنسبة لله ليس كما إذا قيل علم بالنسبة للدكتورة أو الدكتور أو إلي أو إلك. هي علمت بعد أن لم تكن تعلم، وهو علم بعد أن لم يكن يعلم، وأنا علمت بعد أن لم أكن أعلم. هي علمت أشياء كثيرة ونسيت أشياء كثيرة، يعني طرأ على علمها نقصان، علمها يطرا عليه زياده ونقصان. والدكتور كمان، وانا اقول لكم علمكم حصل لكم بعد جهل، ويطرا على علمكم نقصان. الله لا يصف بذلك، علم الله واحد ازلي ابدي، بهذا العلم الواحد والعالم بكل شيء، لا يطرا عليه لا زياده ولا نقصان. ومنه الله يعرف بعد ان لم يكن عالما. الناس بانه يقول الله عم يبتلينا ليشوفه مصبر ولا لا، يفهمون من ذلك حتى ينكشف له عن حالنا هل نكون صابرين ام لا. الله لا تخفى عليه خافيه حتى ينكشف له ما هو كان خافيا عليه، اذا لا يجوز عليه سبحانه وتعالى، لانه لا تخفى عليه خافيه. انشفه. لما نقول الله يبتلي عباده، اي حتى يظهر حال العباد للعباد، ليس حتى يظهر لهم حال العبد الذي ابتلاه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ما معناه؟ ليس معناه الله يبتلينا حتى يكشف الصابر والمجاهد من غيره، لا، الله يبتلينا، يبتلي العباد حتى يكشف للعباد حال العباد، من يكون صابرا مجاهدا ومن لا يكون. لانه لو لم يكن عالما بحال العبد فكان جاهلا، والجهل نص، النص مستحيل على الله. لأنه قد يقول لك واحد، كيف إيه أنت عم تقول ربنا يعلم كل شيء
ولا يبتلي العبد ليظهر له حال العبد. والله يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذه آية في القرآن لكن معناها ليس على الظاهر المتوهم، معناها يبتلي رب العباد العباد ليظهر للعباد حال هؤلاء العباد، لينكشف لهؤلاء العباد حال هؤلاء العباد، ليس لينكشف له. الله لا تخفى عليه خافية، لو كان يخفى عليه شيء لكان مثلما يجهل، لا يجوز على الله أن يكون يجهل. الله موصوف بصفة العلم، قال تعالى وهو بكل شيء عليم، ما في استثناء، ما في إلا كذا لا يعلم كذا، لا يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي. فكل كلمة استعملت في حق المخلوق لمعنى يليق بالمخلوق، هذه الكلمة إن استعملت في حق الخالق، أي يعني ورد استعمالها في الشرع في حق الخالق لمعنى يليق بالخالق ليس للمعنى الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق، مثل هل استعملت لأمناها الله، الله يحب فلانا في أن يكرمه، أحبك الله أي جعلك من المحبوبين عنده أي من المرضيين عنده، أي جعلك خاليا من الذنوب. فأي واحد منكم إذا كان أحب مسلما يستحب له أن يقول عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله أو أحبك لله، فيقول ذلك أحبك الله الذي أحببتني لأجله، يعني أنت أحببتني لأجل الدين لأجل التقوى، لأنه في ناس يحبون إذا عندك مصاري، في ناس يحبوا الشخص إذا أنا شكله حلو، في ناس يحبوا الشخص إذا بتليهم يقعد معه بحكي لهم نكت يقول هذا نحبه كثير. ليست هذه المحبة في الله، المحبة في الله أن يحب الشخص لدينه، فعل لدينه لتقواه لالتزامه بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذه المحبة هي اللي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى المتحابون لجلالي أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي إلا ظله. في يوم القيامة لما تجد الشمس من رؤوس العباد الله تعالى ينقذ بعض الناس من أن يتأثروا بحر الشمس، لأن الشمس تتجه في يوم القيامة قدر ميل واحد من رؤوس الناس، يعني قدر 2000 ذراع، فيكون حرها شديدا. الناس الذين شاء الله لهم أن يتعذبوا يعرقون، وكل إنسان عرقه يكون له، حتى إنه يصير بعض الناس يغرقون في عرقهم يصل إلى أذقانهم، وبعض الناس إلى ما دون ذلك، وبعض الناس إلى ما فوق ذلك. أناس الله يحفظهم، الأتقياء الله يحفظهم، المتحابون في جلالي يعني لأجل الله لأجل رضا الله، هؤلاء الله تعالى يظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. العرش الله تعالى يجعل بعض العباد في ظله في ذلك اليوم، يعني لأنه ما في، لا يوجد شيء يستظلون به كالعادة اليوم، شجرة، حائط، جبل، ما في شيء يستظل فيه. الناس يقفون على أرض الموقف. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف أنهم يقفون على شيء كالجلد المشدود، كالجلد الذي شد، شايفين الجلد اللي حطوه على الدف كيف بيكون هيك مستقيم، ما في لا نزل ولا طلع، ما في وهاد، ما في وديان، ما في جبال، ما في أشجار، ما في كهوف، ما في شيء يستظل فيه. أين يكون الذي يكون محفوظا من أذى حر الشمس؟ في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، ما في إلا ظل العرش. الله يجعلنا من هؤلاء من المتحابين فيه بجلاله، يعني الذين المحبة كانت بينهم لأجل الدين لأجل تقوى الله، ليس لأجل حظ الدنيا، ليس لأجل المال، ليس لأجل الشهوة، ليس لأجل هذه الأمور. هذا بيكون بين رجل وامرأة، بيكون بين امرأة وامرأة، وبيكون بين رجل ورجل. هذه المحبة في الله اللي فيها ثواب، هذه المحبة اللي فيها ثواب اللي فيها حسنات يعني طاعة لله. أما إذا واحد حب وحده ليتزوجها
مال إليها ليتزوجها، ما عنده محبة لله لهذه المرأة، هذا اسمه حب مباح. من حب حرام حبها يريد أن يتزوجها، هذا اسمه حب مباح. أما الذي أحب امرأة أو رجلا لدينه فهذا اسمه حب طاعة، يعني فيه ثواب. من أحب رجلا أو امرأة لدين هذا الرجل لدين هذه المرأة هذا الحب اللي فيه ثواب، سواء كان هذا المحبوب أخا أو غريبا أو زوجة أو ولدا أو والدا أو والدة، ما العلاقة بموضوع القرابة هون، يعني أحبه لله تعالى إن كان قريبا أو غير قريب، إن كان جارا له، إن كان زوجة له وحبها في دينها، هذه المحبة فيها ثواب. المحبة المحرمة هي أن يحب الرجل المرأة أو أن تحب المرأة الرجل للزنا وما دونه، إذا حب للحرام يعني يريد من هذا الحب أن يقع في الحرام هذه محبة محرمة. أما للزواج فهذه محبة مباحة، أما لأجل الدين فهذه محبة فيها ثواب. أما محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه محبة واجبة، يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحب أنبياءه وأن نحب دينه وأن نحب الصالحين، تجب محبة الصالحين تجب. شو يعني هون تجب محبة الصالحين؟ معناه المحبة الإجمالية، يعني المحبة الإجمالية، ليس معناه كلما ذكر صالح يجب أن أستحضر في قلبي أنا أحب فلانا أنا أحب فلانا، لا، قد نكون في مجلس لا يذكر واحد من الصالحين، أنا أحب الصالحين وأنت تحب الصالحين، أحب الأولياء وأحب الطاعات، بس ما يستحضر واحد منا محبة هذا الصالح، علينا ناصيه؟ هلا لو جابوا لنا واحد لهون قالوا له هذا من أولياء الله الصالحين، ما اجى بقلبنا محبة هذا الرجل، علينا ناصيه؟ نحن نحب الصالحين، نحب الطاعات، مش أمرار بيجي واحد منيح، ما بتشعروا بميل في قلوبكم إليه؟ كله منيح مش مشي، علينا ناصيه؟ فهمتوا شو عم بقول؟ معنى محبة الصالحين المحبة الإجمالية، فكل منا يحب الصالحين المحبة الإجمالية، يعني اللي هي أننا نحبهم لأجل الله. عم تقروا معي الدرس اللي عطيتكم؟ قوله أعلمته استفهام بحذف أداة الاستفهام، أي أعلمته هي الأصل هيك، أعلمته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلمته، هذا كلام فصيح، معنى أعلمته أي أعلمته، يعني باللغة العامية نحن لما واحد يقول لنا صار كذا وكذا شو بتقول له أنت؟ قلت له ما قلت له أقلت له، هي أقلت له، قلت له نفس الشيء، معناتها أقلت له، بس إنه حتى باللغة العامية نحن نستعملها، حكيته قلت له شيء، يعني هل قلت له؟ هل كلمته؟ هذا معناه حكيته قلت له، انه العاميه موجوده مثل الفصحى، بس الاصل انه الفصحى اذا واحد تكلمها ونوى لله تعالى له ثواب، اذا واحد تكلم اللغه العربيه الفصحى ونوى لله تعالى له ثواب. شو بده ينوي؟ ينوي احياء علوم الدين، لان كل علوم الدين تحصل باللغه العربيه الفصحى. إذا بدك تدرس فقه باللغة العربية الفصحى، إذا بدك تدرس أصول الفقه باللغة العربية الفصحى، إذا بدك تدرس التوحيد باللغة العربية الفصحى، فعلوم الدين أي لغة تدرس باللغة العربية الفصحى، فينمي بذلك إحياء علوم الدين، فيكون له ثواب. قوله أحبك الله الذي أحببتني له، أي لأجله، وهذا دعاء وليس إخبارا، مع أنه هي عبارة أحبك الله بحسب الظاهر من اللفظ شكلها شكل الإخبار، لكن المقصود هنا الدعاء كما تقول لشخص بارك الله فيك، هذا اللفظ بارك بارك فعل ماضي، لكن ما المقصود به؟ على أي وجه نستعمله هنا؟ على وجه الدعاء، يعني أسأل الله أن يبارك فيك، هذا معنى بارك الله فيك، وكلمة بارك الله فيك تصلح أكثر من معنى، تصدق لمعنى بارك الله فيك أي زادك خيرا في الدين، وتصدق لمعنى زادك خيرا في الدنيا،
يعني إن قلت لمسلم بارك الله فيك تعني بها الله يزيدك خيرا في دينك، يزيدك في الطاعات، يجنبك المعاصي. هذا معنى بارك الله فيك حين تقولها لمسلم. يجوز أن تقول لكافر على المعنى الثاني بارك الله فيك على معنى زادك الله سعة في الرزق ورزقك الصحة والعافية، فهذه كمان تسمى في اللغة بركة. البركة تأتي بمعنى زيادة المال وزيادة الصحة، وتأتي البركة للمعنى المقصود عند أهل الشرع بمعنى الدرجة في الدين. فإذا قلنا رجل مبارك يعني معناه له درجة في الدين، يعني من هو رجل مبارك عن الفاسق، من هو رجل مبارك عن الفاسق، يعني له درجة في الدين. تبهونا، مش إذا شفنا واحد جاهل متعالي أطلق لحيته وغطى راسه حمل الصبحة ومن حاله شيء طريقة خلص نقول هذا رجل مبارك، العوام نقول رجل مبروك. لا يقال عنه مبارك إلا أن يكون تقيا، إلا إذا كان من الصالحين من الأصفياء فنقول هذا رجل مبارك. فالآن مهم أن تتعلموا أن كلمة بارك الله فيك تقال للمسلم على معنى وتقال للكافر على معنى. يجوز معنى بارك الله فيك إذا قيل في الكافر زادك الله في الصحة والمال، يعني رزقك صحة ووسع عليك في المال. يجوز أن نقول ذلك للكافر، ويجوز أن نقول ذلك للمسلم على المعنى اللي قلناه، زادك الله خيرا في دينك، نقول له بارك الله فيك مثلها الله يبارك فيك كمان. بس مر إلى الكافر رضي الله عنك أو الله يرضى عليك أن تقول هذا. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، من رضي بالكفر كفر، ومن استحسن الكفر كفر، ومن جوز الكفر كفر، ومن جوز الإعانة على الكفر كفر. كل واحد على التلفزيون من يومين متمشي قال إذا واحد تزوج وحدة كفرة يجوز يخدع محل الكفر، إذا رايح على محل الكفر قال يجوز أن يحملها إلى محل الكفر كفر. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز أن نعين غيرنا على الإثم والعدوان. من أعان على المعصية الصغيرة معصيته صغيرة، من أعان على المعصية الكبيرة معصيته كبيرة، من أعان غيره على الكفر كفر. فأنتوا تعبون أن والله في ناس من أهل الشر، يوجد ناس من أهل الشر يقولون مثل هذه الكلمات، يقولوا إذا واحد تزوج وحدة كافرة على زعمه يقولوا بجوز يخلع محل الكفر، إذا أخذها إلى محل الكفر لتكفر كفر، لأن الإعانة على الكفر كفر. اليوم هلا قبل ما أجي لهون كان عندي شخص دكتور عم يشتكي من أحوال الناس، هو بحب يدرس الدين، بحب يحكي بالدين. قال لي ففي واحد طالع عم علمه مصري. قلت واحد من قرايبينا رايحين نحن على العزاء والصلاة عليه. فقال لي يا دكتور بس قبل ما تصلي عليه بدي أخبرك عن الخبرية. قال له ما تخبرني، خليني أصلي عليه بعدين بتخبرني. قال له لا بدي أخبرك عن الخبرية. هذا الإنسان حاصل منه كذا وكذا وكذا من الكفر. قال له إذا حاصل كذا وكذا من الكفر ما بيجي يصلي عليه. قال له بس يلا الله يرحمه. هكذا يروي أنه سمع منه الكفر. قال له بس يلا الله يرحمه هلا ماشي. قال له أعوذ بالله واحد مات منه كفر ما بيجوز تترحم عليه. قال له خلاص ما ذهب إلى ربه ورب يحاسبه والعياذ بالله. إذا واحد مات على الكفر ما بيجوز تقول الله يرحمه، لأن الله أخبر أنه لا يرحم الكفار. فلما يجي واحد يقول يا رب ارحمني الكافر بعد موته يكون عم يكذب القرآن. لما واحد يقول يا رب ارحمني الكافر اغفرني الكافر بعد أن مات هذا الكافر يكون عم يكذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دليل حضورها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب.
قيل وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. يعني يقول الرسول الله لا يغفر لإنسان مات كافرا. الرسول عم بيقول لما يجي واحد يقول لا ربنا بيغفر له شو بده عم يعمل؟ عم يكذب الرسول. ومن كذب الرسول كفر. قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. طبعا هذا نص صريح في القرآن الكريم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. خلاص ما في، هذا نص قرآني، الله لا يغفر لمن مات على الكفر شو ما كان دينه. ما في دين صحيح إلا الإسلام. أي واحد يحاول يتلاعب، لا دين صحيح إلا الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما في دين صحيح إلا الإسلام. يعني واحد على غير الإسلام ومات وين رايح؟ هذا على جهنم، الله لا يغفر له. قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني الكفار بعد ما يموتوا ما في تخفيف عذاب عنهم، ما في لا بالقبر ولا بالآخرة. تسمعوا بالشفاعة العامة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة لسيدنا محمد، اسمها الشفاعة العامة، اسمها الشفاعة العظمى، هذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة لما تجو الشمس من رؤوس العباد. وقلنا يحفظ الله من شاء له أن يحفظ، الأنبياء الأولياء الصالحون الشهداء المتحابون لله تعالى، هذول محفوظون يكونوا في ظل العرش. لما تجو الشمس من رؤوس العباد بلت الشمس نزلت، الكفار سيتعذبون، الفساق الذين شاء الله لهم أن يتعذبوا سيتعذبون بأذى حر الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العامة العظمى حتى يخلص المؤمنون من أذى حر الشمس، حتى يخلص المؤمنون من أذى حر الشمس. هذه الشفاعة اللي بيشفعها الرسول تشمل الجميع، عشان هيك اسمع جميع المؤمنين، يعني جميع المسلمين اللي هن أصابهم هذا، عشان هيك اسمها الشفاعة العظمى العامة اللي هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بدي أقولكم يعني أن الكفار الذين يتعذبون من أذى حر الشمس حين يشفع الرسول الشفاعة العامة ينتقلون من هذا إلى عذاب أشد. فهمتم؟ سمعتوا شو عم بقول؟ لما يحصل الشفاعة العامة من الرسول صلى الله عليه وسلم، مين هذه الشفاعة؟ مش الكفار؟ قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. الكفار ليسوا ممن ارتضى، الله ليس راضيا عن الكفار. هذه الأدلة القرآنية والحديثية اعرفوها واحفظوها. الله تعالى لم يجعل الكفار من المرضيين، الله لم يرضى عنهم، هو ساخط عليهم، غاضب عليهم، يستحقون العذاب الشديد. فإذا واحد قال لكم في الشفاعة العامة، في الشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مش للكفار، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما حدا بيشفع له، لا عيسى بيشفع للنصارى، ولا موسى بيشفع لليهود، ولا سيدنا محمد بيشفع للمرتدين في هذه الأمة. فهذا اللي بيقول إذا واحد كافر مات الله يغفر له، هذا كفر، كذب النص القرآني. هو عارفين إنه هذا مات على الكفر، قال لي ما كان يرضى، ما كان يرد علي هذا الشخص الدكتور، قال لي ما كان يرد علي، قال لي بحس بعض الناس مسكرين مقفلين، شو قلنا نحن؟ قال الله تعالى أم على قلوب أقفالها، في ناس قلوب مسكرة، في ناس قلوب مسكرة، لا يصلح القلوب إلا خالقها، الله خلق هذه القلوب، فجعل على بعضها أقفالا معنوية، ليست أقفالا حسية، ونشوف قفل وسائل، لا هي أقفال معنوية، يعني حتى قلبه كثر، أنت بتحكيه أنا بحكيه، هي بتحكيه هي بتحكيه، إذا لم يشأ الله له أن يهتدي لا يهتدي، مين ما حكي مرة؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
نزلت عليه آية وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعا عشيرته الأقربين، دعا أقرباءه صلى الله عليه وسلم، دعا أعمامه أقرباءه، من جملتهم أبو لهب، دعاهم ودعاهم إلى الإسلام، قال له أنا رسول رب العالمين، أنا أدعوكم إلى التوحيد، إلى ترك عبادة الأصنام، أدعوكم إلى قول لا إله إلا الله وأن تشهدوا أني رسول الله. قال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، تبا الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزلت سورة النفس، تبت يدا أبي لهب وتب. هذه السورة في القرآن ما في غيرها في ذم شخص، نزلت في ذم شخص تقرأ إلى يوم القيامة. سورة المثل، تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض الجهال شو بيقولوا بالمولد؟ اليوم حكى لي واحد قال لي ثلاث مساجد اللي عرفهم هو يوم جمعة حكوا أشباه المشايخ، قالوا أنه بيوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام كذب أبو لهب يخفف عنه العذاب. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ ولا يخفف عنهم من عذابها. ليش عذابه يخفف عنهم العذاب؟ قال لأنه يوم الاثنين اللي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له لأبي لهب أخوك عبد الله جي ولد، ففرح فأعتق ثويبا. أيضا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عمره 40 سنة، يعني كان نبيا لما ولد؟ لا، يعني كان فرحان أبو لهب لأنه سيدنا محمد نبي؟ لا. ليش فرحان؟ لأنه خيه جي طبي فأعتق ثويبا. عرفت ليش أعتقها؟ مش لأنه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بكونه سيصير نبيا أعتق ثويبا. شو بعرفه هو شو حيكون سيدنا محمد؟ ما بيعرف. هو خي عبد الله جه طبي بلغوا أم أعتق ثويبا. الجهال شو بيقولوا؟ بيقولوا قال لأنه هو لما فرح بولادة سيدنا محمد أعتق جاريته ثويبا، الله يخفف عنه العذاب كل يوم تمام. هذا كذب ومحض افتراء، وهذا ضد دين الله، لأن الله أخبر في القرآن أن العذاب لا يخفف عن الكفار. فانتبهوا، إذا واحد قال لكم طب كيف مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أبي طالب يكون في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يوضع تحت عصبيه جمرتان يغلي من أثرهما دماغه. إذا واحد قال لكم ها ما تخفف عنه العذاب؟ لا، الجواب لا، لم يخفف عنه العذاب، إنما هو هذا لأنه لم يكن كسائر الكفار في أذى الرسول عليه الصلاة والسلام ومحاربة الرسول، بل كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع الكفار من أن يؤذوا الرسول، يكون عذابه أخف من غيره من الأول. مشط جهنم فيحصل له عذاب ويخفف عنه العذاب؟ لا، من الأول، لا يكون كسائر أهل جهنم الكفار، إنما من الأول يوضع تحت عصبيه جمرتان يغلي من أثرهما دماغه وهو في عذاب مستمر لا يخفف عنه العذاب. يعني معنى هذا أنه بسبب أنه ليس كسائر الكفار الذين كانوا يؤذون رسول الله، هذا مرخص هذه القصة ولا يخفف عنه العذاب. لما قال الرسول ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، شو معناته؟ لولا أنه كان يدافع عني يعني ولا يؤذيني، مش معناته أن الرسول سيشفع له صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عنه العذاب. لا، الآية صريحة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والحديث صريح وصحيح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هو من أمة الإسلام شيء أبو طالب؟ لا، ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. هلا أكثر المشايخ في العصر صار الواحد بس يطلع على التلفزيون أو على المنازل يقول يا ريت ما طلعوا، يعني بيكون في شر، عزاهم بيجوا لتخفيف الشر فيزيدون شرا، بدل أن يخففوا من الشر يزيدون شرا باسم الدين والعياذ بالله. قال